مرحبا يا شباب، كيفكن؟ شو عم يصير؟ صرنا بتكساس؟ نزلوا سلاحكن. شرف داغستان لي، بعرفك عن حالي. أنا غراب جبجي، بكون ابنه ليوسف. بعرف مين بتكون. صيتي سابقني حلو كتير، ممتاز. شو المطلوب؟ لا تقلق، لو اجيت قلتلك ما كنت جمعت كل هالشهود. خليهم يفضوا لنا الجو شوي لنحكي بالشغل. اسمع، لأقول لك شغله. بدك تعطيني سبب واحد لحتى ما قلتلك بيدي هدول. بعرف انك اعطيت الاوامر ليحرقوا مستودع رفعت. خليني اكون صريح معك، هالشي ما بيهمني بالمرة، بس هدفنا واحد، رفعت بيلقين.